بسم الله الرحمن الرحيم. البارح السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ترأس اجتماع طارئ وعاجل مع جميع المدراء الجهوية للصحة، وعطاهم التعليمات ديالو باش يخدموا ويتاخذوا جميع الإجراءات اللازمة باش ما يبقى حتى شي مريض في لائحة الانتظار بالنسبة للمرضى ديال الدياليز. المدة اللي عطاهم هي 15 يوم ابتداء من اليوم، وعطى التعليمات ديالو كذلك باش ياخذوا جميع الاجراءات بالتعاون باش يبلغوا هذا الهدف، بالتعاون مع جميع الشركاء اللي هما الجمعيات، القطاع الخاص، والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه.